بسم الله، أهلا بكم يا شباب. في الفيديو ده هبدأ أكلمكم عن كتاب السيارات الكهربائية أو الإلكتريك فيكلز من إعداد الدكتورة كاميليا يوسف محمد. أولا بشكر الدكتورة كاميليا على الكتاب الرائع جدا، بشكر الدكتور محمد عبد الرحمن على الكتاب الأكثر من رائع، تمام، اللي بيتكلم عن السيارات الكهربية والسيارات الهجينة و طرق الشحن وإيه الفرق بين السيارات الكهربائية والسيارات العادية. كتاب أكثر من رائع. هنبدأ إن شاء الله نتكلم عن الكونتنت أو المحتوى الخاص بهذا الكتاب بالتفصيل. طبعا هنا الكتاب بيبدأ يديني الفهرس الخاص بالكتاب، فهرس كده بسيط ولذيذ بيتكلم عن البداية بتاعت السيارات الكهربائية. فهنا بيتكلم عن الخلفية التاريخية للسيارات الكهربائية. يعني احنا هنبدأ نشوف، تمام، من امتى بدأت السيارات الكهربائية ومين فكر فيها وبدأت ازاي والكلام ده. وبعدين هنبدأ نتكلم في الباب الثاني عن السيارات الكهربائية نفسها، نتكلم عن انواع السيارات الكهربائية، ايه هي انواع السيارات الكهربائية. بعد كده هنتكلم عن مكونات السيارات الكهربائية وطريقة عمل السيارة الكهربائية بتشتغل ازاي، ايه هي مميزات وسلبيات السيارات الكهربائية. يبقى الفصل الاول بيتكلم عن نبذة تاريخية او خلفية تاريخية عن السيارات الكهربائية، الفصل الثاني بيتكلم عن ايه هي انواع السيارات الكهربائية، تاني مكونات السيارة الكهربائية ايه، وده مهم جدا جدا جدا. مكونات السيارة الكهربائية تبدأ تدخل بقى في التفصيل وايه الكومبوننتس المختلفة بينها وبين السيارات العادية، فكرة عمل أو طريقة عمل السيارة الكهربائية بيتم إزاي، إيه هي مميزات وإيه هي سلبيات السيارات الكهربائية. بعد كده الدكتورة في الباب الثالث بتتكلم عن السيارات الهجينة، تمام، إيه هي مكونات السيارات الهجينة، طريقة عمل السيارات الهجينة، أنواع السيارات الهجينة. بعد كده بتبدأ تتكلم عن بطاريات السيارات الهجينة بالتفصيل، وده جزء مهم جدا، والجزء الاخطر والاهم التحكم في السيارات الهجينه. يبقى انت من الحاجات اللي هتبدا تتركز معاك كده وتفهمها كويس الفرق بين السيارات العاديه والسيارات الكهربائيه والهجينه. اهم شيء عندي ادرس بطاريات كويس جدا والتحكم في السيارات دي هيتم ازاي. وبعد كده بتكلم عن ايه هي مميزات السيارات الهجينه وعيوب السيارات الهجينه. بعد كده في الباب الرابع هنتكلم عن مكونات تحويل الطاقه، ايه هي المكونات دي، زي جهاز التفاضل الميكانيكي، جهاز التفاضل الميكانيكي. طبعا هنبدأ نشوف الحاجات دي بالتفصيل ونشوف اشكالها عشان نبقى متخيلين ايه جهاز التفاضل الميكانيكي. وحدات التحكم اللي هي المنظمات، ايه هي المنظمات اللي بتحكم في السيارة الكهربية، والمحرك الخاص بالسيارة الكهربية شكله ازاي، هل هو زي المحرك العادي ولا مختلف عنه، والمولدات الكهربية بصفة عامة. وبعد كده نتكلم عن العواكس او العاكسات والمبدلات الخاصة بالسيارات الكهربائية. دي مكونات تحويل الطاقة، تمام، في السيارة الكهربائية. بعد كده في باب كامل عن بطاريات السيارات الكهربائية، وده مهم جدا. يعني ايه اعرف مصطلحات البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية؟ لازم ابقى عارف المصطلحات دي كويس، انواع البطاريات اللي انا بستخدمها في السيارات الكهربائية عشان اعرف ايه الابديت في الانواع دي، نظام إدارة البطارية اللي هي بيسموها باتري مانجمنت سيستم، هنبدأ نتكلم عنه بالتفصيل، البي ام اس باتري مانجمنت سيستم، تمام، ونظام التبريد مهم جدا، البطاريات دي هتسخن، عايز أعرف نظام تبريد بطاريات السيارة الكهربية، ودي من العوامل المهمة جدا نتكلم عنها في الفصل الخامس. بعد كده في الفصل السادس بيتكلم عن شحن السيارات الكهربية، نتكلم عن توفر محطات الشحن، تصنيف الشواحن نفسها الخاصة بالسيارات الكهربية، ايه هي اوضاع وحالات الشحن الخاصة بالسيارات الكهربية، وايه مستويات الشواحن نفسها، قدرة الشحن كام، ظروفها ايه، بنتعامل معاها ازاي، القدرة الموردة، تمام، للسيارة كام، امثلة لمحطات شحن بالتفصيل ان شاء الله في الباب السادس. في الباب السابع انظمة الشحن للسيارات الكهربائية، ودي جديدة بقى، السيارات الكهربائية اللاسلكية، خلي بالك، أنظمة شحن السيارات الكهربائية اللاسلكية، بشحن لاسلكي، شحن لاسلكي ثابت، تمام، وفي شحن لاسلكي ديناميكي. بعد كده في أنواع أنظمة الشحن للسيارات الكهربائية اللاسلكية، إيه الأنظمة المختلفة للشحن وأساليب الشحن.
بعد كده تقنية أنظمة الشحن المختلفة اللي هي الخاصة بالشحن اللاسلكي، وإيه هي فوائد الشحن اللاسلكي أصلا، وإيه هي المعوقات المحتملة للشحن اللاسلكي، وده موضوع مهم جدا. بعد كده في عندك السيارات الشمسية، نتكلم عنها في الفصل الثامن، تمام. السيارات الشمسية دي يعني هناخد جزء مهم جدا فيها، وبعد كده نتكلم عن جودة التغذية الكهربية والمركبات الكهربية اللي هي التأثيرات الإيجابية والتأثيرات السلبية، وهنبدأ ندرس حالة عن جودة التغذية الكهربية والمركبات الكهربية بصفة عامة، وإيه هي المواصفات والمقاييس العالمية، تمام، والأمريكية والدولية والأوروبية الخاصة بعمليات جودة التغذية الكهربية والمركبات الكهربائية بصفة عامة، وإيه هي الستاندردز والكود اللي بيتكلم عن الحاجات دي. بعد كده الفصل ده مهم جدا، اللي هو متطلبات الأمان والسلامة، من أهم الحاجات اللي كل الناس بتركز عليها وإحنا نركز عليها، متطلبات الأمان لما أنا بتعامل مع السيارات الكهربية ومتطلبات السلامة. وبعد كده الدكتورة بتدخل على المراجع والأبريفيشنز أو الاختصارات. يبقى ده كان عبارة عن الفهرس الخاص بكتاب السيارات الكهربية أو الإلكتريكال فيكلز من إعداد الدكتورة القديرة الدكتورة كاميليا يوسف محمد، ومراجعة الدكتور محمد عبد الرحمن. أنا بشكرهم على الكتاب الرائع جدا، اللي يعني نادر لما بنلاقي كتب باللغة العربية بتدخل في النيو تكنولوجيز اللي هي الموجودة الحالية، وبتتيسر لينا احنا، تمام، ان احنا نفهم التكنولوجيا دي ببساطة، وبتيسر لعامة الناس ان هي تفهم التكنولوجيا دي ببساطة وتعرف تتعامل معاها، لان كده كده احنا مضطرين نتعامل مع الالكتريكال فيكلز في الفترة اللي جاية، كل الناس هتبدأ تتعامل معاها، دي سياسة الدول عشان تقليل نسبة الكربون، والكلام ده ان شاء الله نبدأ نتعرف عليه في الفيديوهات اللي جاية بالتفصيل. وأشوفكم في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.